بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المدارس الثانوية الزراعية مجال الإنتاج الحيواني والداجني، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة حيوانات اللبن للصف الثاني الثانوي الزراعي. كنا تعرفنا في الحلقات الماضية عن تركيب العلائق أو مكونات العلائق بالنسبة اللي هي اللازمة لتغذية حيوانات المزرعة، ثم تعرفنا أيضا عن الاحتياجات الغذائية اللازمة لحيوانات المزرعة. طيب، أصبح دلوقتي في عندي نوعين من الأعلاف موجودة عندي، سواء كانت أعلاف متداولة أو أعلاف تقليدية اللي هي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية. النهاردة هنشوف مع بعض في النوع الثاني اللي هو الأعلاف الغير تقليدية لتغذية حيوانات المزرعة. يعني إيه أعلاف غير تقليدية بالنسبة لحيوانات المزرعة؟ طبعا الحيوانات بتتغذى على الأعلاف المركزة زي الحبوب أو البقوليات بصفة عامة، أو النخالة مصانع اللي هي المضارب الأرز، أو الأعلاف اللي هي المالئة زي مثلا قش الأرز أو التبن وإلى آخره، سواء كانت أعلاف مالئة خضراء أو أعلاف مالئة جافة. النهاردة هنشوف مع بعض في حاجة جديدة أو نوع من الأعلاف اسمه الأعلاف الغير تقليدية. ولما نتحدث على الأعلاف الغير تقليدية هنتحدث على نوعين اتنين فقط. إيه هم؟ احنا تحدثنا قبل كده عن السيلاج، النهارده هناخد مع بعضنا الامونيا. ازاي بدخل امونيا في تكوين اعلاف زي القش الارز، او احول قش الارز ارفع القيمه الغذائيه بتاعته، زائد ان انا هنتعرف على طريقة زراعة الشعير، وده نوع من الأعلاف الغير تقليدية اللي هو الشعير المستنبت، وإزاي هنقدر نقدر كمية الشعير اللي احنا هنزرعها، وكمية الشعير دي هتنتج لقد إيه من الأعلاف اللازمة لتغذية حيوانات المزرعة. فأول ما نشوف مع بعض النهاردة الأعلاف الغير تقليدية، التنافس أصبح شديد بين مين؟ بين الإنسان والحيوان. ففي محاصيل يحتاجها الإنسان، ثم في مخلفات لهذه المحاصيل يتغذى عليها الحيوان، فلابد من ان بستغل مخلفات المحاصيل الحقليه بافضل طريقه في تغذيه حيوانات المزرعه، وهو ما نطلق عليه الاعلاف الغير تقليديه. فمجال الاعلاف او مجال انتاج الاعلاف الغير تقليديه بيعتبر على ايه؟ بيشترك مع بعضها في خواص معينه اللي هي المخلفات. بتشترك في ايه؟ اللي هي مخلفات المحاصيل. انا بعد ما اخد الحبوب او بعد ما اخد البذره او بعد ما اخد المحصول، ففي عندي مخلفات في داخل المزرعه. هذه المخلفات جميعا بتشترك مع بعضها في انها منخفضه في انتاج البروتين، يعني بتكون من 3 الى 5% بروتين. كذلك بتكون مرتفعه ايضا في نسبه السليلوز من 30 الى 40%، ثم الهيموسيلولوز 25 ل 30%، واللجنين من 10 الى 15%. من فضل ربنا علينا ان كرش الحيوان بيحتوي على اعداد هائله من الميكروبات او من الكائنات الحيه الدقيقه زي البروتوزوا وزي البكتيريا وزي الفطريات. هذه الاحياء الدقيقه بيكون لها القدره على هضم السليلوز والهيموسيلولوز في كرش الحيوان بقدر كبير. لكن في مادة عندي اسمها اللجنين، او مكون اللجنين من ضمن هذه المكونات، بتكون غير مهضومة، فبتلاقي ان صعب بالنسبة للحيوان ان هو يقدر ان هو يهضمها. لماذا؟ لزيادة الاستفادة منها بواسطة الاحياء الدقيقة داخل كرش الحيوان. اما بعمل تحويل لهذه المخلفات عن طريق 3 حاجات او 3 طرق. الطريقة الاولانية معاملة ميكانيكية، ثم معاملة كيماوية، ثم معاملة بيولوجية. طيب، في الاعلاف الغير تقليدية في شروط ما اجي اختار المعاملة ذات نفسها، سواء كانت معاملة ميكانيكية او معاملة بيولوجية او معاملة اللي هي الكيماوية. في شروط عندي، ايه هي الشروط؟ ان يكون التجربة دي ثبت فعلا نجاحها
في نطاق الانتاج الزراعي. وما بنقول ان ثبت انتاجها في الانتاج الزراعي، معنى ذلك ان قامت محطات البحوث وقامت اساتذه الجامعات بدراسه هذه المخلفات ومدى تاثيرها على كرش الحيوان او على الحيوان ذات نفسه، بجانب طبعا الطب البيطري. يبقى في اساتذه وفي تجارب ثبتت فعلا ان المخلفات دي لو انا جيت حولتها ورفعت فيها نسبه البروتين، هذه المخلفات بتكون قادرة أو صالحة للاستهلاك الغذائي بالنسبة للحيوانات. هذه المخلفات أن تكون سهلة وبسيطة ولا تحتاج لمهارات عالية. يعني إيه؟ يعني ما تحتاجش إلى تكنيك عالي عند عملية التنفيذ. هذه المخلفات يجب ألا تتعرض أو أنها تعرض الحيوانات إلى مخاطر صحية في داخل جسم الحيوان. كذلك هذه المخلفات بتتفق مع قدرات المربين او قدرات المزارع اللي هو موجود عندي. معنى ايه؟ معنى انها لا تحتاج الى معدات ثقيله او لا تحتاج الى تقنيه عاليه من التقنيات اللي هي الحديثه، عشان خاطر المربي الصغير او الفلاح الصغير او المزارع الصغير ان هو يقدر يحول هذه المخلفات الى اعلاف تقليديه ويتغذى عليها هذا الحيوان بصوره جيده. كذلك ان يؤدي استخدام هذه المخلفات الى رفع دخل المربين. رفع دخله ايه؟ دخله اقتصاديا. بمعنى ايه؟ انا النهارده عشان اروح اشتري الطن اللي هو الاعلاف التقليديه اللي هو الاعلاف المركزه ب 6000 او 7000 جنيه، لكن انا لما احول قش الارز او المخلفات الزراعيه اللي احنا بنحرقها استغلها واحولها الى منتج، هذا المنتج يكون قادر على يكون الحيوان قادر على ان هو يتغذى عليه وبصوره جيده، وفي الاخر ان هو بيديني انتاج من اللبن او انتاجه من اللحم. الاعلاف الغير تقليديه في تغذيه حيوانات الحلابه. اول حاجه عندي حقن قش الارز بالامونيا. يعني ايه حقن قش الارز بالامونيا؟ غاز الامونيا طبعا احنا عارفينه احد مصادر الاعلاف الغير التقليديه، وهو غاز عباره عن غاز النشادر. بيستغل هذا الغاز في حقن او معاملة المخلفات الزراعية، سواء كانت ادبان او كان قش ارز او حطب الذرة او كوالح الذرة او عرش البطاطا الى اخره. هذه العملية بنسميها عملية النشدرة. يعني ايه عملية النشدرة؟ انا بجمع بلات قش الارز في مكان معين، تبقى لها ارضية معينة، طبعا دي شروط هنقولها فيما بعد، وفي نفس الوقت بغطيها بالبلاستيك، ثم بقوم بعمل عملية الحقن او باجراء عملية النشدرة. يعني برفع نسبة البروتين عن طريق ان انا بحقن هذه الكومة من القش او المخلفات بغاز الامونيا. في اللحظة دي بتسمى هذه العملية بعملية النشدرة. ايه هو الامونيا؟ الامونيا هو عبارة عن غاز نشادر معروف طبعا دوليا، اما ان يحضر كيماويا او بينتج طبيعيا من حقول الغاز الطبيعي. الحمد لله عندنا في مصر في عندنا انتاج وفير جدا من طبيعي من الامونيا، والتكلفة بتاعته بتكون بسيطة بالنسبة لانتاجه كيماويا، وينتج هذا الغاز بكميات كبيرة. هذا الغاز بينتج تحت ضغط وبيعبأ في تنكات خاصة لحفظ الامونيا زي انابيب البوتاجاز بصفة عامة، يعني تشبيها لها بهذا النظام. المعمم الامونيا لها فوائد. ايه هي اول فايدة؟ ان انا بحقن قش الارز عندي بغاز الامونيا، ان انا بزود او برفع معدل الاستفادة من المخلفات الزراعية بنسبة 15 الى 20%. بدل ما انا باخد المخلفات الزراعية وتعدم عليا وان انا اخد جزء منها استهلكه للحيوان وجزء احوله الى سماد او احوله احرقه في داخل الرقعة الزراعية، وده طبعا ضر جدا بالنسبة للبيئة، فانا بستفيد من هذه المخلفات ان انا برفع نسبة الامونيا او بحول هذه المخلفات الى اعلاف تقليدية بنسبة ويتغذى عليها الحيوان بنسبة 15 الى 25 او 20%. وذلك عن طريق ايه؟ ان انا باكل هذه الغذاء للحيوان، والحيوان بيكون قادر على استساغة هذا الغذاء عن طريق المعاملة بالمخلفات زي الامونيا، وبزود معدل مرور تلك هذه المواد الى الكرش. طيب الفايدة الثانية ان انا بزود معدل او معامل الهضم بالنسبة للحيوان. بمعنى ايه؟
لو انا مثلا جبت مثلا في عندي مثلا لو جيت حبيت اكل مثلا حاجه غلظه، فده بتحتاج مجهود من الحيوان ان هو يقوم بعمليه الهضم، سواء كان هضم ميكروبي او هضم ميكانيكي داخل الكرش. لكن اما انا اديله تغذيه سهله، يبقى معنى ذلك ان انا بفكك السليلوز او بفكك اللي هو الاجزاء المتكونه داخل قش الارز وبحولها بصوره سهله ولينه، يقدر هذا الحيوان ان هو يتغذى عليها ويقدر ان هو يهضمها، وفي نفس الوقت بترفع من القيمه الغذائيه بالنسبه للحيوان. كذلك فايده ان انا بحقن قش الارز بالامونيا، ليه؟ ان انا بضاعف نسبه البروتين. طبعا احنا عارفين ان نسبه البروتين في قش الارز لا تتجاوز 1%، كذلك الادبان بجميع انواعها لا تتجاوز الى من 1 إلى 2 أو 3%، فبرفع نسبه البروتين في الاعلاف او في قش الارز من 7 إلى 9%، يبقى انا رفعته 6 أضعاف أو 8 أضعاف مقارنه بالغير معامل اللي تصل فيه نسبه البروتين زي ما قلنا 3.5% او من 1 إلى 3%. يبقى انا بزود نسبة البروتين، بحسن معامل الهضم بالنسبة للاعلاف. من خلال زيادة معدل الهضم ومضاعفة نسبة البروتين بيؤدي ذلك الى زيادة معدل التسمين بالنسبة لو انا عندي حيوانات تسمين زي عجول تسمين، وبالتالي بتأثر المدة اللازمة لعملية التسمين، وكذلك بترفع معدلات الاضرار في الحيوانات الحلاب. كذلك ايضا من فوائد الحقن بالامونيا ايه؟ توفير العلف المركز. يعني ايه توفير العلف المركز؟ طبعا احنا عارفين ان الزياده في القيمه الغذائيه المخلفات ان كل 4 كيلو جرام مخلفات معامله بيوازي 1 كيلو جرام علف مركز، يمكن توفيره مع الحصول على معدلات التسمين او معدلات نفس المعدلات في انتاج اللبن. يبقى انا هنا كل 4 كيلو من المخلفات دي اللي هي بعد ما تم حقنها بغاز الامونيا بتوازي او بتساوي 1 كيلو جرام علف مركز. طبعا عارفين ان الاعلاف اللي هي المركزه بتكون نسبه البروتين فيها 16%، وفي نسبه البروتين في بعض العلائق 14%، وفي بعض العلائق نسبه البروتين بتكون 18%. دي بنستخدمها 18% في حاله تغذيه العجول الصغيره او العجلات الناميه. كذلك من ضمن فوائد الحقن بالامونيا ان انا بحفظ الاعلاف. يعني ايه بحفظ الاعلاف؟ وجد ان معامل الامونيا او المعاملات بالامونيا خاصه للمخلفات الزراعيه اللي موجوده عندي، بلاحظ ان نسبه الرطوبه بتكون من 25 إلى 30%، بيؤدي هذا الى قتل الفطريات الموجوده ويمنع تكاثر الفطريات بالنسبه للاعلاف. الفكرة العملية بالنسبة لغاز الأمونيا أو إن أنا بحقن غاز الأمونيا ليه؟ غاز الأمونيا المخلفات دي بتقوم الأمونيا بعد حقنها أو معاملة هذه المخلفات بتفكيك المواد السيلولوزية. يعني إذا دي كتلة غذائية أو متشابكة مع بعضيها، يعني عايزة مجهود ميكانيكي أو مجهود عالي عشان تقدر تهضم هذا الغذاء اللي هو المعاملة بالغاز الأمونيا ليه قش الارز. هذه الالياف بتكون مرتبطه مع بعضيها، هذه المعامله بالامونيا بتفكك وبتسهل عمليه الهضم في كرش الحيوان، وبالتالي بترفع الى من معدل او من زياده الاستفاده من المخلفات، مما يؤدي الى ايه؟ بما يؤدي الى زياده معدل الاستهلاك من المخلفات الحقليه بنسبه 15 ل 20%، كذلك بتزود معدلات النمو في العجول والعجلات اللي هي الناميه، ايضا بترفع معدل اضرار اللبن سواء في الابقار او الجاموس الحلاب. كذلك المعاملة بالامونيا بتعمل ايه؟ بتوفر العلف المركز المستخدم في تغذية الحيوانات. طيب طريقة الحقن لغاز الامونيا، يعني ازاي ان انا هحقن غاز الامونيا؟ بعمل ايه؟ اول حاجة عندي برتب بالات قش الارز في كومة او في اقوام صغيره. هذه الاقوام بتكون عباره عن ايه مساحتها في ابعادها هنشوفها مع بعض، بس خليك معايا في كل خطوه من الخطوات دي. يبقى انا اول حاجه عندي برتب
بالات قش الارز اللي هي موجوده في صوره صفوف. طبعا ارتفاع الصف بيكون حوالي متر ونص في عرض 2 متر، ممكن يكون في حوالي 15 متر او 20 متر حسب مساحه الارض اللي هي موجوده عندي. يبقى انا بقول الكميه دي كلها مثلا حوالي 10 طن تلزمها قد ايه من غاز الامونيا. يبقى اول حاجه عندي برتب بالات قش الارز في كومه، ثم بغطي الكومه بغطاء من البلاستيك مع احكام عمليه التغطيه من كل الجوانب، انما بضع رمل او بضع تراب على اطراف البلاستيك عشان منعا لتهويه غاز الامونيا ان هو يخرج الى الخارج تاني بعد عمليه الحقن. زي ايه بالظبط؟ انت لو سعادتك جبت اي حاجه كده شفافه وحطيتها قدام فمك وما تيجي تتكلم بتلاقي فيه رذاذ، هذا الرذاذ محكم، لو في فتحات لهذا الرذاذ ممكن الفتحات دي تخرج غاز الامونيا. يبقى انا في اللحظه دي ما قدرتش اعمل اي غاز او ما قدرتش ان انا احقن غاز الامونيا في داخل بات القش الارز بالكميه الكافيه او حسب المعدلات اللي هي موجوده، يبقى عند الانتاج عندي هيقل. كذلك بيتم ادخال ايه بعد كده؟ بعد ما غطيت بالكوم البلاستيك ان انا بدخل ماسوره متصله بتنك الامونيا. احنا اتفقنا ان قلنا غاز الامونيا بينتج عندنا في مصر بصوره طبيعيه، باخد هذا الغاز بحطه في تنكات زي تنكات اللي هي اللبن او زي انابيب البوتاجاز، وببدا بعد ذلك بتوصله عن طريق خراطيم ببدا ادخها في كومه قش الارز، ويتم الحقن بفتح الصمام، بفتح الصمام بتاع الانبوبه، وذلك بواقع ايه 3% من وزن قش الارز المستعمل. بمعنى ايه؟ ان كل مثلا 100 كيلو من قش الارز بديله 3 كيلو، يبقى 3%. اضرب بقى 3% لو عندي مثلا هحط طن او احط 2 طن او احط 5 طن او احط 10 طن حسب المساحه المزرعيه اللي هي موجوده او حسب كميه القش اللي هي موجوده عندي. طبعا ببقى وازن بلات قش الارز، انا بقول مثلا عندي حوالي 60 ل 70 باله، الباله مثلا فيه حوالي 100 كيلو، يبقى ال 100 كيلو فيه 60 كيلو فيه 60 70 باله، يبقى عندي 7 طن. ال 7 طن بقول في 3%، يبقى بهذا الاساس بقدر كميه غاز الامونيا التي يتم حقنها. وطبعا في الخراطيم دي بيبقى موصل عليها جهاز مونيتور صغير، هذا الجهاز عليه عداد بيعرف لي كميه الامونيا اللي هي خرجت ودخلت في قش الارز او في الكومه بتاع قش الارز. بعد ذلك بعمل ايه؟ بترك الكومه مغطاه لمده 15 يوم في الصيف. يبقى انا اذا في الصيف بترك الكومه 15 يوم وفي الشتاء 21 يوم. طب اشمعنى هنا 15 يوم والى 21 يوم؟ طبعا برافو عليك، انت عارف ان في الصيف بيبقى في درجه حراره مرتفعه، درجه الحراره المرتفعه بتؤدي الى زياده معدل تفكك السليلوز اللي هو موجود، وسرعه الاستفاده عاليه بالنسبه للقش الارز من الامونيا، فبتاثر الفتره عندي. اذا في الصيف عندي هنا بتكون غاز الامونيا او بيكون الحقن مدته حوالي 15 يوم، اما في الشتاء بيكون 21 يوم شتاء. طيب بعد 15 يوم او 21 يوم شتاء ايه انا بعمل ايه تاني؟ انا كراجل مربي بعمل ايه تاني؟ برفع الغطاء البلاستيك اللي هو موجود اذا ما اريد ان انا ابدا في عمليه التغذيه، ويتم التهويه ان انا بترك الغطاء. يعني معنى ذلك ايه؟ بترك الغطاء 3 ل 4 ايام. نفترض النهارده ان انا عايز اسحب حوالي 100 كيلو او 200 كيلو، قبل 3 4 ايام اما اجي ابدا غزل التغذيه برفع الغطاء على الجزء اللي هو مطلوب استهلاكه من التغذيه وبتركه 3 4 ايام عشان اقدر لو في اي حاجه تبقى ليها ريحه اي كانوا مادي، يبقى الحاجات ديت لازم تخرج من هذه القش، وفي اللحظه ديت تبقى اكون صالحه للاستهلاك بالنسبه للحيوان. اجي في اليوم اللي هو بعد كده كل يومين ثلاثه برفع جزء لحد ما استهلك كمية قش الأرز اللي هي معاملة بالأمونيا فيما بعد. طيب أبعاد الكومة دي إيه؟ لو أنا عندي مثلا 10 طن على 10 طن بيكون طولهم 21 متر في عرض 2 متر في ارتفاع متر ونص زي ما قلت لك، يبقى متر ونص في 2 في 21 متر. طب أنا لو عندي كمية مثلا 15 طن من قش الأرز يبقى طولهم كام؟ 22 طول الكومه 22 في عرض 6 متر في ارتفاع 3 متر. طبعا ان انا برص البلات قش الارز على شكل متوازي مستطيلات عشان تبقى متلاصقه جنب بعضيها، مفيش فراغات للهواء يكون موجود، على اساس ان انا بعد كده هبدا اعمل عمليه التغطيه وابدا ان انا احقن بغاز الامونيا او غاز النشادر واعمل عمليه النشطره بالنسبه لقش الارز. طيب في احتياجات لازم اوفرها ولازم اراعيها عند عمل الكومه بتاع قش الارز.
ايه هي الاحتياجات دي؟ ان تكون الارضيه جافه خاليه من التشققات. يبقى معنى ذلك ان انا اما اجي ارص بلات قش الارز عشان ابدا احقن غاز الامونيا، يبقى الارضيه عندي اول شرط ما تكونش مشققه عشان خاطر منعا لتسريب غاز الامونيا الى خارج الكومه، ومش هقدر في اللحظه دي اقدر اتحكم في كميه الغاز اللي هو متسربه من الكوم. كذلك ان تكون في مكان واسع في الفضاء، يعني اذا في مكان مشمس يبقى بعيد، باخد جزء مثلا من مكان مبيت الحيوانات او من 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 من, من مساكن الحيوانات او في خلف مساكن الحيوانات وفي ارض متسعه، وابدا ان انا احط الكومه او ارص الكومه واجهزها لبدء عمليه النشدره. ان تكون في مكان يمكن الوصول اليه بعربات، يعني انا اجيش في مكان ضيق وابدا ان انا احط الكومه عشان خاطر او ارص الكومه، طب التنكات اللي هي هتيجي فيها الغاز هتخش ازاي او تصل الى الكومه ازاي؟ يبقى اذا تكون في مكان متسع يمكن الوصول اليه التنك على ان تقف العربه في منتصف الكومه لتتم عمليه الحقن بنجاح، زي ما احنا شايفين العربيه قدام مننا في الصوره، او تنكات اللي هي الامونيا في هذه الصوره، وطريقه رص بالات قش الارز على شكل متوازي مستطيلات. كذلك ايه برضو براعي ايه؟ ان تكون بعيدة عن متناول الاطفال او مرور الحيوانات حتى يمكن المحافظة على المشمع لاستخدامه عدة مرات. انا رحت جبت مشمع وعملت الكومة وفرشتها وابدأ بعد كده ان انا استهلك من هذه الكومة بعد 15 يوم او بعد 20 يوم في الشتاء. المشمع اللي هو موجود اللي هو انا غطيت به هذه الكومة من القش الارز، انا بلمه تاني وبعينه تاني تمهيدا واستعدادا الى حقن كومة اخرى او حقن قش ارز اخر. طيب ايه اللي انا بستنتجه بقى من او بستخدمه من قش الارز المعالج بالامونيا؟ ايه النتائج اللي بتعود عليا كراجل مربي او كراجل ان هو هيغذي حيوانات المزرعه؟ اول حاجه عندي ان انا برفع معدل الهضم بتاع القش من 45% الى 55 او 60 او 75%. يبقى انا معدل الهضم في القش الارز بيكون 45%. ليه؟ لان السيلوز متماسك مع بعضه، يبقى كتله تبقى بكتله ثقيله، لكن انا لو حقنت بغاز الامونيا الكتله بدي تتفكك، وفي نفس الوقت برفع معدل الهضم بالنسبه لحيوان، يعني معنى ذلك ان انا بسهل التغذيه الميكانيكيه او التغذيه اللي هي عن طريق البكتيريات والفطريات اللي هو موجوده في داخل كرش الحيوان. كذلك ازدياد محتوى القش من النيتروجين بنسبة 1% بلغت نسبة 1.6% كذلك بعمل ايه تاني؟ بيزود او الحقن بالامونيا او بالحقن هذه المخلفات سواء قش الارز او المخلفات الزراعية بغاز الامونيا، انها بتزود نسبة الاستهلاك اليومي، وفي نفس الوقت بترفع من معدل النمو بالنسبة للحيوانات. يعني ايه من معدل نمو الحيوانات؟ اذا كان الحيوان في اليوم هيزيد مثلا حوالي 600 جرام او نص كيلو جرام، يبقى هو هيزيد حوالي 700 جرام، معنى ذلك بترفع معدل النمو بالنسبة للحيوان. كذلك معدلات الإحلال التقريبية في قش الأرز 3-3 معامل بيساوي إيه؟ بيساوي كيلو علف مركز بيساوي 1.5 كيلو دريس، يبقى كل 3 كيلو أو كل 4 كيلو من قش الأرز اللي هو معامل بيساوي 1 كيلو جرام علف مركز، أو بيساوي 1.5 كيلو جرام من الدريس. طيب كل طن أمونيا يمكن أن يوفر 10 طن علف مركز عند التغذية على المستوى المنخفض. طيب التغذية على القش المعامل، أنا عملت القش الأرز فأعمل إيه؟ براعي في بداية إن أنا أغذي على قش الأرز المعامل في حاجة عندي اسمها عملية التدريج أو عملية التدرج. إحنا قلنا عملية التدرج، يعني إيه عملية التدرج؟ أنا لو النهاردة عندي عايز مثلا حيوان، إحنا قلنا احتياجات غذائية قبل كده، الحيوان عايز 10 كيلو علف، مش معقولة هديله 10 كيلو غاز معامل بالأمونيا مباشرة، هو كان مثلا إمبارح أو الشهر اللي فات أو الأسبوع اللي فات بيتغذى على قش غير معامل، طب هو عايز 10 كيلو، ما جيش تلقائي مباشرة كده على طول وابدأ اقطع الحيوان او افصل الحيوان التغذية عنه من قش الارز اللي هو مش معامل، وابدأ ان انا اديله غذاء
قش الارز معامل. يبقى اذا هنا لازم ادرج، لو انا عندي الكميه مثلا حوالي 10 كيلو بديله 7 كيلو مثلا من اللي هو القش الغير معامل زائد 3 كيلو مثلا من القش المعامل، ويوميا ارفع اقلل من القش الغير معامل وبزود القش اللي هو المعامل. يبقى معنى ذلك بعمل عمليه تدريج بالنسبه للتغذيه للحيوانات عشان البكتيريا والكائنات الحيه اللي هي موجوده، يبقى انا ما ارهقش الحيوان وما استنزفش الطاقه الانتاجيه او الطاقه الميكانيكيه في عمليه الهضم بالنسبه للحيوان. يبقى لازم عند تغير العلف المركز بنوع اخر من العلف المركز ويتم عمليه التدريج لمده 3 اسابيع. يبقى الاسبوع الاولاني بقلل الكميه زي ايه بالظبط؟ الاسبوع الاولاني بقول 25% قش معامل زائد 75% قش غير معامل. يبقى هو جيب معاك اهو زي ما قلت لك 10 كيلو بديله 7 كيلو غير معامل زائد 3 كيلو معامل، يعني 25% وهنا 75% او بنسبه 1 الى 4 او 1 الى 3. ده في اول اسبوع. طب الاسبوع الثاني من عمليه التغذيه على غاز على القش اللي هو المعامل اللي هو القش الارز، الاسبوع الثاني بديله نص او 50% قش معامل و 50% قش غير معامل. افرض هو عايز 10 كيلو يبقى انا بديله 5 كيلو قش معامل زائد 5 كيلو تاني قش ارز غير معامل. الاسبوع الثالث واستمر على هذا مده اسبوع. طب الاسبوع الثالث يبقى 75% قش ارز معامل. كلمة معامل هنا طبعا عارفين كلمة معامل يعني معامل بالأمونيا، يعني تم حقن الأمونيا في هذا القش، زائد 25% من قش الأرز اللي هو العادي، ثم يغذي الحيوان بعد ذلك على القش المعامل. بعد ذلك بخفض العلف بمعدل 1 إلى 2 كيلو جرام للرأس يوميا مقابل اللي أنا بستخدم، تمام برافو عليك، مقابل ان انا بستخدم قش الأرز المعامل بمعدل 3 إلى 6 كيلو جرام للرأس في اليوم. في نوع تاني من العلائق وهو اسف انتاج الاعلاف الخضراء بالزراعه المائيه. احنا قلنا انتاج الاعلاف اللي هو قش الارز بغاز الامونيا. النوع التاني من الاعلاف الغير تقليديه وهو الاعلاف الخضراء عن طريق الزراعه المائيه، يعني معنى ذلك انما هزرع الشعير زراعه مستنبته. يعني ايه زراعه مستنبته مائيا؟ يعني بدون تربه، مثل الزراعه فوق الاسطح. طبعا انت عارف ان في عندي دلوقتي حديثا بقت الزراعه فوق الاسطح منتشره حديثا دلوقتي حاليا، اللي بتوفر كميه الميه بمعدل 2% زائد انها بتوفر لي مساحه الرقعه الزراعيه. احنا عارفين ان عندنا الرقعه الزراعيه محدوده، فبضطر بستخدم وسائل اخرى عشان انتج محاصيل تقوم المحاصيل دي تقدر تغطي لي تكاليف الانتاج او تغليف التغذيه بالنسبه لحيوانات المزرعه. الفكرة الأساسية في استنبات الشعير أو إنما إزاي هعمل الشعير كنوع من أنواع العلائق اللي هي الخضراء. طبعا احنا عارفين إن الشعير من المحاصيل الشتوية. الفكرة بتاعته إيه؟ بتتلخص فكرة هذا الأسلوب الحديث في استنبات حبوب الشعير في الغالب أو غيرها من حبوب وبذور بعض النجيليات الأخرى، وما بنميها في صواني. هذه الصواني بتكون في وسط مائي تحت ظروف درجة حرارة ورطوبة وتهوية مناسبة لمدة حوالي أسبوع، يعني 8 أيام. إذا كده لخصنا استنبات الشعير إن هو بينتج إمتى؟ بينتج في خلال أسبوع، يعني 8 أيام من ساعة ما أحط البذرة في الصواني أو مجرى عملية زرع البذرة في الصواني إلى أن آخد علف بغذي عليه حيوانات. هذه الفترة بتستغرق حوالي أسبوع. فكرة ده هذا ايه؟ ان البدرات اللي هي موجودة بتنمو خلال اسبوع، وبيكون طول هذه البدرات حوالي 22 سنتي و 25 سنتي. بدأ ساعة ما توصل ل 25 سنتي عمره اسبوع ببدأ اخد هذه البدرات واغذي بها الحيوانات. يبقى نوع اخر من الاعلاف الغير تقليدية. الاهمية الاقتصادية بقى ليه او مزايا انتاج الاعلاف الخضراء بالزراعة المائية اللي هو الشعير المستنبت، انما امكانيه الانتاج تكون تحت مختلف الظروف في اي مكان وتحت اي ظروف او اي مناخ.
يعني ممكن ازرعه في الصيف او ممكن ازرعه في الصيف، انا قلت انه محصول شتوي بس ممكن ازرعه في الصيف، لان انا عندي بشغل المكان او المكان اللي عندي ووفر له درجة حرارة ودرجة رطوبة ودرجة تهوية زي جو الشتاء بالظبط مباشرة، عشان خاطر البذرة او الشعير تقدر تنبت او حبوب الشعير تقدر تنبت في هذه الظروف. استمرارية انتاج الاعلاف الخضراء الطازجة طوال العام مما يقلل الحاجة الى تخزين العلف الاخضر، معنى ايه؟ هو الكلمتين دول مرتبطين بالكلمتين اللي انا كلمتهم من شويه، ان انا قلنا الاعلاف اللي هي الشعير المستنبت قلنا ده زراعه شتويه، يعني الشعير طبعا عارفين زي القمح بيزرع في الشتاء وبيتم حصاده في نهايه الشتاء يعني في بدايه الصيف. طب انا هنا بقول ان الاعلاف اللي هي الشعير المستنبت محصول شتوي، ممكن ازرعه في الصيف، ممكن ازرعه في الصيف بس اوفر له درجه حراره من 25 الى 30 درجه داخل المكان او داخل الحيز اللي انا هبدا ازرع فيه، زي قلنا زي شبيها بالزراعه فوق الاسطح، وفي نفس الوقت بتوفر لي ان انا اخزن كميات عاليه من قش الارز او كميات من العلائق الخضراء واخزنها في فصل الصيف، لكن عندي اللي هو الشعير المستنبت اقدر ان انا اتغذى عليه سواء في الصيف او في الشتاء، واقدر ازرعه باستمرار مع توفير درجه الحراره ودرجه الرطوبه ودرجه التهويه في المكان الممهد لتغذيه هذه الحيوانات او في زراعه هذه الاعلاف. انتاج اعلاف خضراء طازجه عاليه القيمه، يبقى من ضمن مميزات الشعير المستنبت انه بيديني انتاج عالي من الاعلاف اللي هي الطازجه، هذه الاعلاف بتصلح لتغذيه الحيوانات او انواع حيوانات المزرعه، بما يحقق فوائد كثيره منها انها بترفع او بتزود معدل الاضرار بالنسبه للحيوان، كذلك ايضا بتحسن عمليه الهضم ومعامل الاستفاده من الغذاء، ثم بتحسن صحه الحيوان وبتنشط عملية الشبق وزيادة نسبة الخصوبة بالنسبة أو عملية التناسل بالنسبة لداخل حيوانات المزرعة. بصفة عامة في فوائد للشعير المستنبت، ايه هو؟ ان انا بقتصد في استهلاك مياه الري، ان كان انا قلت لك من فتره ان الشعير المستنبت ان انا من مستو او مست الزراعه المائيه انها بتوفر لي 2% من استهلاك الماء. افرض انا كنت هستهلك 100% من استهلاك الماء بالنسبه لي كطريقه زراعه بالغمر او بالرش او بالتنقيط او اي نوع من انواع الزراعات الاخرى، لكن في زراعه الشعير المستنبت بستهلك 2% من قوه الشعير لو انا زرعته في ارض مباشرة على طول، فبيوفر لي 2% من استهلاك الماء. كذلك بيوفر لي في مساحة الرقعة الزراعية أو مساحة الأرض الزراعية إن أنا أشغل مع زراعة محاصيل أخرى بدل الشعير في الأرض الزراعية، فبقول إن كل واحد كيلو جرام من حبوب الشعير، يعني إيه؟ كل كيلو من حبوب الشعير بيديني أو بيعطيني 7 إلى 10 كيلو جرام علف أخضر. طول هذا العلف انا قلت من شويه ان هو بيكون 22 الى 25 سنتي. طيب العلف دوت او الشعير ده بستنبته ازاي او بستنبت البذور دي ازاي؟ بذور الشعير العلفي بحطها في غرفه معزوله عن الوسط الخارجي، انا قلت ان هو محصول شتوي لكن ممكن ازرعه في الصيف بس اوفر له درجه الحراره المناسبه سواء كان من حراره من تهويه او من رطوبه، وبضمن له الظروف البيئيه الملائمه لنمو البذور او نمو الحبوب من حيث ارتفاع درجه حراره او انخفاض درجه حراره، يبقى اوفر درجه حراره 25 الى 30 درجه، زائد نسبه رطوبه بتكون من 60 ل 70%، زائد نسبه الاضاءه بتكون 9 ساعات يوميا، وهنشوف ازاي نسبه الاضاءه بتأثر ازاي على استنبات بذور الشعير فيما بعد. كذلك بتوفر الاحتياجات المائية وذلك على مدى 7 أيام، حيث يزرع 125 الى 145 كيلو جرام. يبقى 125، انا قلت لك من فترة ان الكيلو بيديني من حوالي 7 الى 10 كيلو، طب ال 125 كيلو جرام او 145 كيلو جرام من هذه البذور او من هذه الحبوب بتعطيني قد ايه؟ بتعطيني حوالي طن من العلف الطازج في اليوم. يبقى انا اذا باستمرار لو انا عندي مثلا 3-4 اماكن او 3-4 حجرات مجهزين للزراعه عن طريق الاستنبات بالنسبه لبذور الشعير، انما الاربع حجرات دول اقسم
مواعيد الزراعه المختلفه على مدار الشهر، يبقى اذا في كل يوم عندي في اكل اخضر بيتغذى عليه الحيوانات من حبوب الشعير او من بذور الشعير، وبيحصل ال 125 على ايه؟ على طن من العلف. هذا الطن بيكون كافي لتغذيه الحيوانات سواء 3 4 ايام او اسبوع حسب عدد الحيوانات اللي هي موجوده عندك، او حسب النموات اللي هي موجوده، او حسب طبعا اضرارك للحيوانات من اللبن. بعطي نسبه او بعطي كميه العلف اللي هو موجود من الشعير المستنبت او من العلائق الخضراء الشتويه زي الشعير. نسبه البروتين فيه بيكون حوالي 15%. يبقى نسبه البروتين في علاف الشعير بتكون 15%. تمام، برافو عليك. احنا قلنا نسبه البروتين في الاعلاف المركزه اللي هي العاديه قلنا 18%، ودي تبقى عاليه شويه وبستخدمها في حاله العجلات اللي هي الناميه او العجلات اللي هي لسه صغيره. كذلك في نسبة بروتين عندي 16% بستخدمها في حالة الحيوانات الحلابة اللي هي انتاجها عالي من اللبن، ثم في نسبة بروتين من العلائق المركزة 14%، ودي ممكن توجه لعجول التسمين او انها بتوجه لحيوانات اللبن، بس لو وجهت الى حيوانات اللبن بتقلل انخفاض الانتاج من اللبن او من نسبة الاضرار بالنسبة للحيوانات اذا كانت الاضرار عندك عالي في داخل القطيع او داخل المزرعة اللي هي موجودة. يبقى انا عايز ارفع نسبة الاضرار بزود نسبة البروتين. اذا هنا الشعير المستنبت هنا عندي بيكون نسبة البروتين فيه حوالي 15%، وفي المادة الجافة يبلغ حوالي 80% من معامل الهضم. انتاج علف الشعير المستنبت بدون تربة زراعية اللي هي بعملها اللي هي عملية الاستنبات. يعني ايه عملية الاستنبات؟ اللي هي الهيدروبوليك. الاستنباج هنا عشان انتج اعلاف خضراء لا تحتاج الى ارض زراعية او الى تربة ولا تشغل مساحة كبيرة من الارض من حيث تستخدم فيها غرف مكيفة. يبقى انا قلت اهوت، يبقى هو محصول شتوي لكن ممكن انت سعادتك تزرعه على مدار العام، ما يفرقش معاك ان كان تغذية صيفية او تغذية شتوية. يبقى اذا عندي في حجرات مجهزة، هذه الحجرات بزرع فيها ووفر درجة الحرارة ووفر درجة الرطوبة وبوفر كل المعاملات عشان تقدر البذرة او تقدر الحبوب تنبت وتصلح للاستهلاك الادمي بعد حوالي 7 ايام. زي ما قلنا بناخد كيلو من الحبوب بيعطيني حوالي 6 الى 7 كيلو، وساعات بيصل الى 10 كيلو من الاعلاف اللي هي الشعير المستنبت، بيكون نسبة البروتين فيه حوالي 15%. طبعا بزرع في احواض، هذه الاحواض بتكون على مسافات معينة، بتكون هذه الاحواض او هذه الصواني فوق بعضها، وبزرع فيها الحبوب سواء كانت حبوب الشعير او نوع اخر من الحبوب زي الشوفان او بذرة الشوفان، وبغذي هذه الحبوب بعملية بالماء مذابا فيه بعض العناصر المعدنية او العناصر السمادية اللي هو النبات بيقدر يحتاجها عشان يقدر ينمو البادرات سريعا، حتى يصل طول هذه البادرات الى 20 الى 25 سنتي خلال اسبوع واحد من عملية الزراعة. يبقى مدة زراعة الشعير المستنبت اسبوع 7 ايام او 8 ايام بالظبط. انت اول يومين في معاملة معينة، تاني يومين في معاملة معينة من حيث الحرارة والرطوبة والتهوية، الثلاث اربع ايام الاخرانيين بيحتاج الى 9 ساعات ضوئيا عشان يقدر النمو الخضري. عملية التمثيل الغذائي، تمام برافو عليك، ان عملية التمثيل الغذائي بتنشط اللي هو المحتوى الخضري وبيصل الى 22 الى 25 سنتي بعد 8 ايام او بعد اسبوع. انتاج الاعلاف بينتج بكمية ضخمة من العلف الاخضر في مساحة قليلة. يعني ايه؟ انما بنتج، شوف انا بقول لك ايه، ان الكيلو بيديني حوالي 10 كيلو، بنتج 10 كيلو من العلف في مساحة قليلة. الصواني دي ممكن تكون هذه الصواني 30 ابعادها بقى من 30 الى 60 سنتي، وفي صواني من 60 الى 90 سنتي، وفي صواني من 90 الى 120 سنتي. بس كل صينية او كل مساحة او كل مسافة من هذه الصواني بتحتاج كمية معينة من البذرة، ودي هنشوفها فيما بعد. وهذا بيأثر على ناتج العلف اليومي او عملية اللي هو الزراعة بالهيدروبيونيك. وهناك وحدات بتبلغ مساحتها او قيمتها الانتاجية الى طن من العلف الاخضر الطازج في اليوم على جميع ايام السنة. يبقى انا بقول لك بعمل وحدات او اماكن مخصصة لعملية الاستنبات لبذور او حبوب الشعير عشان تقدر توفر للتغذية على مدار العام سواء صيفا او شتاء. ازاي بقى هزرع
الشعير او هزرع النجيليات، طبعا الشعير والشوفان كلها دي نجيليات، ازاي هزرعها مائيا؟ اول حاجه هعمل ايه؟ لازم اتاكد من صلاحيه المكان او صلاحيه ماكينات الاستنبات للعمل، ومن حيويه تقاوي الشعير. يبقى انا بتاكد من تقاوي البذره، وبتاكد من المكان، بشوف الحراره، بشوف الرطوبه، بشوف درجه التهويه، بشوف الصواني اللي هي موجوده عندي، هل المكان بيوصل له الشمس ولا بيوصل له شمس قد ايه. كل دي التكنيكات لازم اشوفها ولازم اراعيها اما ابدا اعمل عمليه زراعه هذه النجيليات عن طريق الزراعه المائيه. اول حاجه عندي بنقع حبوب الشعير في ماء دافئ. هذا الماء بتكون درجة حرارته 30 درجة مئوية، يعني ما تعديش عن درجة حرارة 30 درجة مئوية. بنقع حبوب الشعير في الماء في فترة تتراوح ما بين 10 إلى 12 ساعة. ال 10 إلى 12 ساعة لإتمام عملية الإنبات أو التنبيت أو الاستنبات. درجة الحرارة هنا ما بتزيدش عن 30 درجة مئوي. طب لو زادت درجة الحرارة عن 30 درجة مئوي طبعا بتأثر على البذرة. طب انا لو جيت انا عندي، لو انا في الشتاء وعايز ازرع هذه البذور ومش قادر اتحكم في درجة الحرارة، هنقع البذرة دي او انقع الحبة في المية قد ايه؟ انقعها 24 ساعة. بس لما اجي انقعها 24 ساعة، كل 12 ساعة بشيل البذرة وبريحها ساعة من غير ماء، وبرجع بعد ساعة اضعها في الماء تاني لمدة 12 ساعة عشان تسهل لي عملية الانبات. يبقى اول حاجة عندي ان انا بنقع هذه البذرة في داخل صواني او في داخل احواض لمدة 10 الى 12 ساعة. لكن لو انا في ظل ظروف مثلا جليد، او في ظل ظروف ارتفاع انخفاض درجة حرارة الجو ومش قادر اتحكم فيها، بنقعها 24 ساعة، وبفصل في ال 24 ساعة ساعة بدون ان انا اضع في ماء لهذه البذرة، وبجدد الماء تلقائي عشان يقدر تعمل لي عملية الاستنبات بالنسبة للبذور. كذلك اما اجي احط البذور او اما اجي اضع البذور في الماء، يجب ان يعلو سطح الماء اعلى الحبوب المنقوعه بمسافه لا تقل عن 10 سنتي. يبقى انا وضعت الحبوب في داخل الصواني او في داخل المكان المجهز لعمليه النقع، لان بعد كده هشيلها تاني وهفردها في داخل الصواني، فلازم في اللحظه دي ارفع الميه عن مستوى سطح البذره ارتفاع 10 سنتي فقط. كذلك بعمل ايه؟ يجب الا تطول مده النقع زي ما اتكلمت معاك من فتره عن 12 ساعه. طب ليه؟ لان طول مده النقع ما بيفيدش في عمليه النشاط البكتيري، او بتزود عمليه النشاط البكتيري بيبقى زاد عن الحد اللازم، وباللحظه في اللحظه دي بيؤدي الى تعفن البذره. يبقى انا هو لازم مده النقع بتكون عندي 12 ساعه، واتكلمت قلت لك لازم افصل ساعه لو انا عندي مش قادر اتحكم في درجه الحراره، البروده عاليه، فمنقعها لمده 24 ساعه، لازم افصل ساعه عشان ما تؤديش الى عمليه النشاط البكتيري، وتؤدي الى ذلك الى عمليه التعفن، لان لسه ما خدتهاش من المكان المنقوع فيه البذره الى الصواب، فبسيبها مده 12 ساعه فقط. بعد الانتهاء من عمليه النقع المائي بنأتي الى مرحلة اخرى اسمها مرحلة التعقيم. يعني ايه مرحلة التعقيم؟ مرحلة التعقيم ساعات في بعض الاحيان بيحطوا عليه كلور، او انما بيجب تعقيم الحبوب نفسها، وذلك بنقعها في محلول مطهر. يعني معنى ذلك بعمل لها عملية تعقيم بعد ما بشيلها او بعد ما باخدها من المكان اللي هي كان منقوع فيه في هذه البذرة، وبضيف عليها الهيبوكلوريد الكالسيوم او هيبوكلوريد الصوديوم لمدة لا تقل عن 5 دقائق، وما بتزيدش عن 10 دقائق. يبقى اذا هنا مدة التعقيم بتكون من 5 دقائق الى 10 دقائق عن طريق الهيبو كلوريد الكالسيوم او هيبو كلوريد الصوديوم. في المدة دي بتكون حوالي من 5 الى 10 دقائق، عشان لو في طحالب في اي موجودات كائنات غير مرغوب فيها بتؤدي الى تعفن البذرة ما تنشطش، فلازم اعمل لها عملية تعقيم قبل ما اعمل بقوم بعملية فرد هذه البذرة في الصواب. يتم شطف هذه البذور بعد عملية النقع في الماء وبعد عملية التعقيم، سواء كان بالهيبوكلوريد الكالسيوم او هيبوكلوريد الصوديوم، اللي هو لو زودته عن حد معين بيسبب ضرر للمحصول. ثم نأتي بعد ذلك الى عملية
ان انا ازاي ازرع البذور في الصواني زي ما انت شايف معايا في الصوره دي. الصواني اللي انا هاخد لما هبدا اضع فيها البذره، يعني قلت لك الصينيه ديت من 30 الى 60 سنتي او من 90 الى 120 او من 60 الى 90 حسب مساحه الصواني البلاستيك اللي هي موجوده في داخل المزرعه. بنقل الحبوب وبفرشها في صواني مثقبه، سعه هذه الصينيه من 1.5 الى 1.7 كيلو جرام من حبوب الشعير. يعني اذا كانت 30 الى 60 سنتي هتاخد من 1.5 الى 1.700 جرام، يعني 1.700 جرام من حبوب الشعير. بعد ذلك بعمل ايه؟ بقوم بعمليه رش هذه الحبوب بماء رذاذي كل 6 ساعات. يبقى اذا كل 6 ساعات بقوم بعمليه رش هذه الحبوب في داخل الصينيه بعمليه الرذاذ بسيط كده على البذره او في داخل الصينيه لمده 3 دقائق في المره الواحده. يبقى كل 6 ساعات برش بس رشه كده لمده 3 دقائق. ثم بعد ذلك بيضاف الى الماء ماده اخرى مغذيه زي ماده اليوريا. طب بضيف ماده اليوريا ليه؟ عشان خاطر ارفع او ازود معدل اللي هو اعمل عمليه يعني تنشيط للبذره اللي هي موجوده عشان تقدر تخرج لي البادرات اللي هي موجوده في داخل البذره. بعد ذلك بتمتص البذور حاجتها من الماء او الماء المضاف اليه كاليوريا، يتسرب به الزائد من الماء من خلال الثقوب الموجوده في داخل هذه الصينيه في قواعد او قاعده او جوانب الصينيه. بستخدم هنا حاجه اسمها عمليه تحكم. يعني ايه عمليه تحكم؟ لازم كل هذه المرحله دي كلها من عمليه الاستنبات لازم اضبط درجه الحراره بتاعت عندي من 22 درجه الى 25 درجه مئويه في ده عند اجراء عمليه الانبات. يبقى انا جبت الصواني وضعت فيها البذره، اذا اضبط هنا درجه الحراره كام؟ حوالي 22 الى 25 درجه مئوي، وبشغل عليها مراوح لضمان عمليه التهويه. يعني اذا بجدد الهواء. انا قلت لك لازم في الشعير المستنبت بتوفر 3 حاجات او 4 حاجات: الاضاءه، الرطوبه، التهويه، درجه الحراره. هنا ظبطت درجة الحرارة عند 22 إلى 25 درجة مئوية، بشغل بعد ذلك عملية البراو عشان تجديد الهواء اللي هو موجود، يبقى إذن هنا في تهوية، ثم بعد ذلك بعمل عملية تشغيل دائرة الإضاءة والتحكم في عدد ساعات الإضاءة بالنسبة للبذور. طيب، إزاي بقى أتحكم في ساعات الإضاءة بالنسبة ليها لهذه البذور؟ أنت في الطبيعي لو أنا بزرع بذرة عندي في داخل الأرض الزراعية مش بحطها تحت التراب أو بين الترابين أو أسفل التراب، معنى ذلك مفيش ضوء بيصل إلى هذه البذرة. طب أنت سعادتك بتقول إن أنا بزرع البذرة في صواني، يعني إذا بزرعها في مكان فوق الأرض أو في سطح الأرض وفي داخل حجرات موجودة مجهزة، إذا كده مش هزرعها تحت الأرض، يبقى أنا هزرعها فوق الأرض بس هزرعها في مكان مجهز ليها. طب أنا عايز أوفر اللي هي عملية عدم الإضاءة اللي هي داخل التربة، أوفرها إزاي في المكان اللي هو موجود؟ بعمل عملية إظلام أول يومين وبترك البذور من غير إضاءة وكأنما البذور مدفونة تحت الأرض مباشرة. ثم اليومين التانيين، يبقى أول يومين مفيش عندي إضاءة، اليومين التانيين بسلط عملية إضاءة بسيطة جدا كجو شتوي غائم. يعني إيه؟ يعني كجو إن هو مش طالع فيه شمس. يبقى أول يومين عندي بخفض الإضاءة أو بعمل عملية إظلام، يبقى بهيئ الظروف هذه الظروف إلى جو البذرة في داخل التربة الزراعية. ده أول يومين. بعد اليومين التانيين إن أنا بقوم برفع معدل ساعات الإضاءة، يعني خلاها كأن زي جو مغيم أو كجو الشتوي مش طالع ليه شمس، يعني من غير إضاءة كافية أو إضاءة متسلطة على هذه البادرات أو على هذه البذرة الموجودة. بعد حوالي 5 أيام، يبقى أول يومين، تاني يومين، بعد 5 أيام من عملية الإنبات يجب وضع الصواني في أشعة الشمس على أبعاد متساوية. وما أجي أرتب الصواني برتبها فوق بعضيها في مسافة بين الصينية والأخرى في الارتفاع، بحطها على أرفف، هذه الارتفاع بتكون حوالي 50 سنتي، وبسلط الضوء عليها في ال5 أيام اللي هم الأخرانيين اللي هو قبل الأسبوع 9 ساعات من الإضاءة يوميا. وبنصح إنه بضع
الصواني فوق الرفوف بعضها على ارتفاع 50 سم زي ما بقول لك، فيما بينها في اليوم الخامس والسادس كجو ربيعي بالنسبه للاضاءه. اما اليوم السابع بتكون البدرات عندي ظهرت، وبقدر بيكون الجو صيفي بالنسبه لهذه البدرات، وفي نفس الوقت ان نسبه الكلوروفيل بتزيد، وفي نفس الوقت بتزود لي كميه العلف الاخضر بحيث الاضاءه لعمليه التمثيل الضوء. طيب مميزات العلف الناتج، هذا العلف الناتج اللي هو موجود من الاعلاف الغير تقليديه، هل هو له ميزه؟ احنا قلنا في الاعلاف اللي هي العاديه المركزه ان نسبه البروتين بتكون 18%، ثم نسبه البروتين 16%، ثم في انواع من العلائق نسبه البروتين 14%، واحيانا في بعض من العلائق بتصل نسبه البروتين فيها الى 11%. طب الاعلاف الغير تقليديه سواء كانت بالحقن بغاز الامونيا او الزراعه المائيه، زراعه النجيليات بالشعير كزراعه مائيه، ايه اللي هو يعني بيستفيد من العلف ده بايه؟ انه بيرفع نسبه البروتين في الاعلاف ديت الى 12%، وفي بعض الاحيان بيصل الى 15%. دي نقطه. النقطه الثانيه درجه هضم هذه الاعلاف بتكون عاليه جدا. انا بقول لك ان السليلوز الموجود بيكون مترابط مع بعضه في داخل قش الارز، فالحيوان عايز مجهود كبير او مجهود عالي عشان يقدر يهضم السليلوز اللي هو موجود، سواء عن طريق البروتوزوا الموجوده او الفطريات اللي موجوده داخل كرش الحيوان او الى اخره، عشان يقدر يحول لي عمليه الهضم الى غذاء منتج او يقدر الحيوان ان هو يستفيد داخل كرش الحيوان من هذا الغذاء الموجود. كذلك بيحتوي هذه الاعلاف، الاعلاف دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على الفيتامينات، ثم الاعلاف دي بتكون غنيه بالنسبه للطاقه لهذه الاعلاف. هذا النوع من الاعلاف بيقدم، او هذا النوع من الشعير المستنبت بصفه خاصه بيقدم للحيوان كاملا، بمعنى ذلك ايه؟ ان مجموع الخضري بالنسبه للحيوان زائد المجموع الجذري بيضاف منفردا، يبقى النوع ده بيضاف منفردا او بيقدم مع المواد الخشنه مثل التبن. هذا النوع من الاعلاف بيوفر 90% من المياه، انا بقول لك 2%، يعني 2% اذا كنت مثلا هستهلك 100%، لا، هنا بيوفر لي الاعلاف ديت بتوفر لي 90% من استهلاك المياه، بتوفر لي 90% من الاسمده والاراضي والايدي العامله، الاعلاف الخضراء تشكل 80% من الانتاج الزراعي بالنسبه للاعلاف التقليديه للحيوانات. يبقى النهارده تحدثنا على نوعين معينين من العلائق اللي هي الموجوده عندي، اللي هي العلائق الغير التقليدية اللي هي قش الأرز المعامل بغاز الأمونيا، وإن قش الأرز قبل ما عامله بغاز الأمونيا بيكون نسبة البروتين فيه 1%، معمل عملية الحقن لغاز الأمونيا برفع نسبة البروتين إلى 9%، يبقى أنا بزود نسبة البروتين وفي نفس الوقت بسهل عملية هضم لهذه العلائق. كذلك اتحدثنا أيضا عن طريقة زراعة الشعير المستنبت أو الاستنبات اللي هو الهيدروبيونيك في داخل الحجرات أو في داخل أماكن مخصصة ليها عشان أقدر أغذي بها هذه الحيوانات. أعزائي وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.